أرحب بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه الجولة من الآن، وما زلنا مستمرين في هذه التغطية الإخبارية للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية الإفريقية تكاد. والمزيد ينضم إلينا في الاستوديو دكتور خالد فهمي، الباحث والمتخصص في الشأن الإفريقي. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك فهمي. دكتور، يعني في البداية دعنا نتحدث عن مشاركة مصر في قمة جي 7 أو الدول الصناعية السبعة الكبرى والتي انعقدت منذ أيام قليلة، والآن هذه القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية الإفريقية تكاد. ما أهمية هذه لمصر وأهمية دور مشاركة مصر في مثل هذه القمم كرئيسة الاتحاد الإفريقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر الدعوة الكريمة لحضرتك والأسرة البرنامج، وبتمنى التوفيق لمصر في رئاستها الاتحاد الأفريقي وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية اللي اترسمت من خلال أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. طبعا هي المشاركة المصرية في هذه القمم بترجع لما تتمتع به مصر من ثقة في مكانة مصر الداخلية والخارجية. نعم. وما عبد الفتاح السيسي لعودة الدولة المصرية إلى المحافل الدولية بالشكل المناسب الذي يليق بمكانة مصر. كون أن مجموعة الدول الصناعية السبعة تدعو مصر للمشاركة في هذه القمة، على الرغم أن مصر مش من ضمن المجموعة، ده بيعكس المكانة ديت وبيأكد على ريادة مصر ومكانتها على المحافل الدولية. نعم. ودوت يمكن برضو بنشوفه في حفاوة الاستقبال اللي بيقابل بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الزيارات بتاعته في الخارج، بالإضافة لما تقوم به مصر من جهود لصالح العملية التنموية في داخل مصر وفي ربوع القارة الأفريقية. نعم. ده بيتماشى مع ده، والدليل على ذلك أن الأجندة التنموية اللي هي مصر 2030 بتتماشى مع فكر والخطوات التنفيذية لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، بتتماشى أيضا مع التطور التكنولوجي والأهداف التنموية لمجموعة الدول الصناعية السبع. يبقى إذن في تبادل منفعة ما بين هذه الدول اللي بتمتلك القدرة الصناعية والتكنولوجيا والتقدم العلمي والتكنولوجي في المجال الصناعي، وما تمتلكه القارة من ثروات طبيعية وثروة بشرية، وده اللي بنأكد عليها، اللي هي هتقدر تحول هذه المنتجات أو هذه الثروات الطبيعية إلى منتج نهائي ينعم به أفراد القارة الأفريقية أو المواطن الأفريقي بشكل عام. في ظل التعاون المشترك ما بين مجموعة الدول السبع والقارة الأفريقية على أساس من التكامل وليس التنافس، هو ده اللي هنقدر نحقق به المنفعة للدول الأفريقية ونقدر نعمل تنمية اقتصادية فعلية داخل القارة. دكتور، يعني ماذا لو أردنا أن نعنون أو نضع عنوان لدور مصر في إحياء هذا الملف الإفريقي، وأن أيضا يعني يحظى هذا الملف باهتمام دولي، في أي إطار يمكن وضع هذا الدور؟ والله هو الدور اللي مصر بتقوم به زي ما حضرتك قلتي واتكلمنا سابقا أن دور تنموي بيهدف في الأساس لتلبية أحلام المواطن الأفريقي العيش بصورة أدمية. نعم. توفير حياة آمنة، حياة كريمة ينعم فيها المواطن الأفريقي بالأمن والاستقرار وحياة مزدهرة في ظل الظروف اللي موجود فيها. من خلال بقى القضاء على الفقر والأمية والجهل وتوفير رعاية صحية سليمة للمواطن الأفريقي. كل ديت جهود بتقوم بيها مصر أثناء قيادتها للاتحاد الأفريقي، ودوت من ضمن الأجندة اللي تم وضعها من قبل القادة الأفارقة لصالح المواطن الأفريقي. يبقى إذن ممكن نحط عنوان أن مصر قاطرة التنمية في هذا المجال في أفريقيا. كون أن مصر يعني بتمد يد العون للدول الأفريقية في جميع المناحي، ما بتتأخرش عن معاونة ودعم الدول الأفريقية في شتى المجالات. بنشوف في المشاورات في المجال السياسي
ما بتنقطعش المشاورات، وخصوصا لو شفنا ملف السودان وعمليه المصالحه، كان في دعم كبير من مصر للموقف في السودان لانهاء الخلافات ما بين الاطراف. الدعم الاقتصادي بنشوفه دوت من خلال الدول اللي بيكون فيها تضرر من جراء سيول او كوارث او نكبات. مصر يعني مصر يمكنها عرض تجربتها. بالظبط. طب دكتور، في هذه النقطه بالتحديد، يعني مساله عرض التجربه المصريه وعرض الفرص الواعده للاستثمار في مصر دائما كانت حاضره في جميع المؤتمرات وندوات والزيارات، يعني كيف يمكن لمصر الاستفاده من هذا الموضوع؟ الاستفادة مصر من عرض هذه الفرص ومن حضورها في هذه القمم. طبعا ده هيتم من خلال التنسيق والتشاور ما بين دول القارة على مستوى القارة، وعرض الإمكانيات لكل دولة وما تستطيع أن تقدمه في المجالات الصناعية المختلفة، وكذلك التنسيق مع الجانب الآخر الدول الصناعية الكبرى في احتياجاتهم من المواد الخام والثروات اللي موجودة لإعادة تصنيعها بشكل عام، مع إضافة القيمة المضافة ما بتتصدرش زي ما هي في شكلها الأولي. كل ديت العناصر اللي بنتكلم فيها هي ديت اللي هتبقى سبيل لان احنا ندخل في مجال التصنيع، ان احنا نقدر نكتسب خبرات من الجانب الدول الصناعيه، ونقدر ان احنا نطبق الكلام ده بعد كده مستقبلا داخل القاره، داخل الدول نفسها. يبقى اذا بنحقق الحلم للقاره الافريقيه، ان القاره الافريقيه تقدر تعتمد على ذاتها، والتمويل يبقى من الداخل وليس من الخارج. دي كما ذكر الرئيس في خطابه. نعم دكتور، يعني كما ذكرت ايضا منذ قليل ان الرئيس السيسي ورئيس وزراء الياباني شينزو ابي سيفتتحان هذه القمه، كيف يمكن تجسيد صوره مصر بالنسبه لليابان، او كيف تنظر اليابان الى مصر؟ هو مصر طبعا زي ما قلنا ان هي ليها دور كبير في القاره، وفي علاقات تاريخية ممتدة ما بين اليابان، ويمكن التقرير ذكر هذا الكلام منذ 1922. فالعلاقات التاريخية والعلاقات التعاون بين مصر واليابان في مختلف المجالات، ما حدش يقدر يغفل هذا الجانب، بالإضافة لما توليه مصر من رعاية للقضايا والملفات التي تهم الجانبين. يبقى إذن في تعاون ما بين مصر واليابان في المجالات المشتركة، ده بيعزز علاقة العلاقات التعاون بين مصر واليابان، واللي هينعكس أيضا على القارة الأفريقية. يعني لو تحدثنا عن الشراكات الاقتصادية ما بين مصر واليابان، اليابان تدعم العديد من المشروعات التنموية في مصر مثل المتحف المصري الكبير، وأيضا كانت دائما تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، كيف تقرأ ذلك دكتور؟ والله هو دي يعني المشروعات التنموية اللي قامت بيها اليابان ما كانتش في مصر فقط، لكن كانت في العديد من الدول الأفريقية، ودوت ساهم في المزيد من التطور، ساهم في المزيد من إنجاز هذه المشروعات للوصول للشكل اللائق اللي مصر بترغبه في المستقبل ليها. وده شفناه برضو في زي ما حضرتك قلتي في المساهمة في المتحف، المساهمة في مترو الأنفاق الخط الرابع، وتنفيذه بشكل على أعلى مستوى من التكنولوجيا علشان نجابه التحديات اللي هتقابلنا. فكرة في مجال التعليم، فكرة المدارس اليابانية والجامعة اليابانية اللي هيتم افتتاحها. يبقى إذن المجالات المختلفة اللي بتتم فيها دعم مصر في الوقت الراهن وسابقا، دوت ساهم بشكل كبير في البناء على أساس سليم وعلى أساس قويم تقدر مصر تجابه بيها التحديات المقبلة.
نعم يعني دكتور، كما نعلم اليابان ساهمت في العديد من المشروعات التكنولوجية مثل في موزمبيق وفي غانا، وأيضا ما زالت تقدم العديد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقة. يعني برأيك ما الذي سيعود بالنفع على اليابان من كل هذه الدعم، وأيضا ما التي أو الذي تستهدفه اليابان من كل ذلك؟ وطبعا دوت هيبقى نشر الثقافة اليابانية في الدول، محاولة يعني وجود عنصر منافس لبعض القوى الموجودة زي الصين، والتواجد الصيني اللي موجود في القارة الأفريقية، فده يكون عامل منافس لإثبات وجودها في المنطقة كدولة تكنولوجية لها مكانتها وليها المركز والثقل اللي بتتمتع بيه، بالإضافة لنقل التكنولوجيا بشكل جديد لهذه الدول، ناحية اقتصادية أنها بتصدر التكنولوجيا بتاعتها وبتحصل على الثروات زي ما قلت لحضرتك والكلام قلنا قبل كده، بالإضافة للعمل على التواجد بصفة مستمرة وحل المشاكل القارية في الدول اللي بتواجه بعض الصعوبات أو بعض تحديد. المشاكل. فإذن يبقى عملية التواجد في القارة بهدف إثبات الذات اللي موجودة في المنطقة والتنافس زي ما قلنا، بالإضافة للموقع المهم لقارة أفريقيا وتوسطه لقارات العالم، فدوت يبقى مفاصل للحركة بعد كده. القارة الأفريقية سوق واعدة تقدر ان احنا نصرف فيها المنتجات 1.3 مليار نسمة، دوت سوق واعدة تقدر اليابان تصرف فيها منتجاتها، يبقى اذا ده كناحية استثمارية وناحية تجارية بالنسبة لليابان. دكتور، يعني من ضمن الملفات المدرجة على طاولة المفاوضات في هذه القمة تكاد هو كيفية توسيع دائرة التعاون التكنولوجي ودعم زيادة الأعمال المرأة وتقدير مشاركتها اقتصاديا، يعني برأيك كيف سيتم تناول هذا الملف، وأيضا ما الذي تفتقده دول القارة السمراء في هذا المجال؟ يمكن دعم المرأة دوت من الملفات الشائكة اللي موجودة في القارة الأفريقية، لأن المرأة بشكل عام في القارة ليها خصوصية في التعامل. المرأة يمكن في القارة الأفريقية بتلاقي من العناء ومن الجهد ومن أساليب العمل التي لا يتحملها بعض الرجال. في بعض الدول البرنامج بتاعها طول اليوم يكاد ما فيهوش ساعتين ثلاثة لراحتها هي حتى، يعني فإذا يعني في تحديات كبيرة بتقابل المرأة، إضافة لمشكلة التعلم والجهل والأمراض اللي موجودة في بعض وانتشار الأوبئة اللي موجودة في القارة. كل دي التحديات بتقابل المرأة، كون إن احنا نبدأ ب هذه القضايا ونمكن المرأة ونبتدي نحللها هذه المشكلات، ده تبقى خطوة جيدة جدا لبناء المواطن الأفريقي، لأن هي الأم اللي هتبني، هي اللي هتربي، هي اللي هتشوف ولادها، هي اللي هتخلق لي جيل جديد مستقبلا. يبقى الاهتمام بالمرأة ده أهم شيء علشان أقدر أخلق جيل جديد قادر على تحمل الصعاب ومواجهة التحديات اللي بتقابل القارة، وخصوصا القارة مليئة بالمشكلات، مليئة بالتحديات، مليئة بالمشاكل المزمنة زي ما اتكلمنا وقلنا، الفقر والمرض والجهل وانتشار الأمراض والأوبئة والمساكن الغير أدمية اللي بيسكنوا فيها. نعم دكتور، يعني هستأذنك نذهب الآن لمتابعة هذا التقرير عن العلاقات المصرية اليابانية ونعود لاستكمال الحديث. علاقات وثيقة وممتدة تجمع مصر واليابان، عززها تطابق الرؤى ووجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا الدولية، وإرث تاريخي يحمله الشعبان أثمرته حضارات عريقة
عاشت لآلاف السنين. سياسيا فإن طوكيو تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع القاهرة، خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي، إلى جانب حرصها على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. العلاقات المتجذرة منذ عقود تتنوع في المجالات كافة، فبالنظر إلى الشق الاقتصادي نجد أن الاستثمارات اليابانية في مصر تبلغ حوالي 880 مليون دولار في ظل وجود 106 شركات يابانية، بالإضافة إلى الإشادة اليابانية بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر، أمر من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية. القوة والمتانة التي تتميز بها العلاقات الثنائية بين البلدين وفرت المناخ لزيارات متبادلة لقيادات البلدين، كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان لحضور قمة 20 بدعوة من رئيس الوزراء الياباني. ثقافيا يعد مشروع المتحف المصري الكبير أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين، والذي من شأنه أن يدعم قطاع السياحة في مصر، حيث ساهمت اليابان من خلال قرض بنحو 75% من تكلفة إنشاء المتحف التي بلغت أكثر من مليار دولار. كما تعد الجامعة المصرية اليابانية نموذج للتعاون المثمر بين الحكومتين، والتي تعتبر أول جامعة يابانية خارج اليابان تهدف إلى بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم في مصر والدول الأفريقية. أرحب بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه الجولة من الآن، وما زلنا مستمر في هذه التغطية للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية الإفريقية تكاد. مرة أخرى دكتور، يعني كيف يمكن تعزيز العلاقات المصرية اليابانية في إطار قمة تكاد؟ تعزيز العلاقات المصرية تتطلب العديد من الخطوات وفي جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة. نعم. من خلال التنسيق المستمر وتوقيع التنفيذ بروتوكولات التعاون والاتفاقيات اللي حيتم إبرامها أو اللي تم إبرامها في السابق، تلبية الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات بين الدولتين في مجال البحث العلمي ومجال المعرفة، تبادل الزيارات والبعثات التعليمية والبعثات التدريبية في المجالات المختلفة. في المجال الاقتصادي تفعيل العمل الاقتصادي والاستثمارات وإزالة العقبات، ويمكن منطقة التجارة الحرة الأفريقية دي خير سبيل لتنفيذ هذه المشروعات والتبادل التجاري بين اليابان وما بين القارة أفريقيا بوجه عام ومصر بشكل خاص. القضاء بقى على المعوقات والتذليل العقبات ما بين الدولتين وسبل التجارة، دوت أحد الأسباب اللي هتساعد في تعزيز العلاقات الثنائية ما بين الدولتين. دكتور، يعني برأيك ما الذي تحتاجه القارة الإفريقية من اليابان بشكل عام، وكيف يمكن الاستفادة من الخبرات اليابانية في إطار قمة تكاد؟ هو القارة الأفريقية عندها الموارد والتكنولوجيا موجودة في اليابان، فزي ما قلنا أن لما يحصل التكامل ما بين الدول الأفريقية وبين اليابان هيحصل تنمية اقتصادية، هيحصل فيه تعاون أكثر في عدة مجالات أخرى، وخصوصا الخبرة اليابانية في بعض مجالات التكنولوجيا متقدمة بشكل عالي ويمكن مش موجودة في أي دولة في أي دولة أخرى، فممكن استغلال هذه الخبرة اليابانية وتدريب العناصر من عندنا هيكونوا خير دليل على إثبات أن المواطن الأفريقي يستطيع أن يفعل المعجزات، ويمكن المواطن المصري عمل معجزات فعلا، وشفنا مثال على كده محور رود الفرج اللي دخل موسوعة جينز، ورغم التحديات اللي موجودة قدام
المصريين إلا أن تم تنفيذه فعلا بواسطة 4000 مقاتل مصري قدروا أن هم ينفذوا هذا العمل. يبقى إذن عملية التدريب وعملية نقل الخبرات بين الدول المتقدمة والدول القارة الأفريقية في الداخل هيبقى ده خير سبيل أن احنا نقدر ننمي القارة بتاعتنا، نقدر نعمل دفع لعجلة التنمية، نستفيد بمعنى بالضبط يا فندم. نعم دكتور، يعني أيضا من ضمن هذه الملفات التي ستكون حاضرة على طاولة المفاوضات تحسين بيئة الأعمال والمؤسسات وبناء مجتمع مستدام للأمن البشري والتحول الاقتصادي، يعني كيف يمكن تناول هذه الملفات من وجهة نظرك، وأيضا يعني أهمية مناقشة الدورة الاقتصادي في هذه القمة بالتحديد؟ هو الاتكاد أساسا أنشئ لصالح بناء المجتمع والتنمية الاقتصادية، نعم، والتغلب على المشكلات اللي بتواجه المواطن بشكل عام، ودوت يمكن شفناه في النتائج بتاعة الاتكاد الست دورات السابقة، وكان يمكن أحد وسائل التشجيع للدول الأفريقية إن هم كينيا استضافت المؤتمر القمة السادسة في نيروبي. نعم. ده كان أحد الدوافع علشان نعمل تشجيع للدول الأفريقية للبناء والتنمية والاستمرار، لأن كينيا في التوقيت ده كانت فيها تقدم، فيها معدل نمو عالي حوالي 5.8%، دوت أدى في النهاية أن المؤتمر ينقل هناك. يبقى ممكن المؤتمر إن شاء الله مستقبلا يحصل في أي دولة من الدول الأفريقية. نعم. طبعا دوت مش هيجي من فراغ إلا إذا كان في استقرار وأمن داخل القارة الأفريقية، ويمكن مصر خير دليل على هذا الكلام، إن هي قدرت إن هي تحارب، تجربة كبيرة في تحارب الإرهاب. نعم. تحارب الفساد، واستضافت مصر في شرم الشيخ قمة مكافحة الفساد في شرم الشيخ. نعم. ودايت كانت يعني بخطوة على الطريق لمحاربة الفساد داخل القارة الأفريقية، بالإضافة لمحاربتها للإرهاب، ودول العنصرين هامين جدا في دعم الأمن والاستقرار في الدول الأفريقية، بالإضافة لقيامها بتدريب دول من مجموعة الساحل والصحراء على مجموعتين لنقل الخبرات المصرية في عملية مجابهة الإرهاب وعملية المكافحة وتتبع العناصر الإرهابية، بالإضافة للتبادل الاستخباراتي والتبادل المعلوماتي ما بين الدول الأفريقية وبعضها. كل ديت عناصر بتدعم الأمن والاستقرار داخل الدول الأفريقية. بدون ده الأمن والاستقرار مش هنقدر نعمل تنمية، ولا نقدر زي ما احنا عارفين العالم كله أجمع أن رأس المال جبان، ومش هيقدر أن هو نعمل أي استثمارات في دولة فيها قلق أو ما فيهاش استقرار أو ما بتنعمش بحالة من السلام والهدوء في الداخل. يبقى إذن دعم عملية الأمن والاستقرار ده هدف هام لازم تسعى ليه الدول الأفريقية علشان تقدر أنها تحقق المجالات التنموية. طبعا التعاون الاقتصادي بين الدول وبعضها، التنسيق في المجالات المختلفة، تقديم المشورة، بالإضافة لتقديم أو عرض المنتجات الموجودة المتوفرة داخل الدول الأفريقية والثروات والموارد اللي موجودة داخل القارة، عملية الربط ما بين الدول الأفريقية. لكن دكتور، يعني هل لك أن تطلعن عن أهم التحديات أو المشاكل التي من الممكن أن تواجه القارة الأفريقية في هذا التوقيت بالتحديد؟ أو احنا ذكرنا منهم تحديين دلوقتي اللي هو الإرهاب والفساد. نعم. بالإضافة لضعف البنية التحتية في بعض الدول الأفريقية، صعوبة الوصول لبعض الدول الأفريقية، وخصوصا ان يعني في بعض الدول الأفريقية دول حبيسة ملهاش مواني على ليها تقدر تسهل عملية التجارة والتحرك. طبعا الفقر والجهل والأمية كل دوت من عناصر أساسية لتجابه عملية التنمية في القارة.
فديت من ضمن العناصر اللي قامت برضو فيها التحديات ديت اللي قامت عليها اجندة 63، القضاء على الفقر والفساد والجهل والأمية، والمواطن يقدر يعيش عيشة كريمة عشان نقدر نحقق التنمية. يبقى إذن زي ما ابتدينا في البداية وقلنا إن الأجندة أجندة 2030 مع مصر وأجندة 63 والأعمال قمة التكاد بيتفقوا مع بعض اللي هم تم إنشائهم لخدمة المواطن وتحقيق الرفاهية وتحقيق التنمية الاقتصادية للدول بصفة عامة. دكتور، يعني لو تحدثنا عن منذ تولي مصر أسد الاتحاد الإفريقي، كيف تقيم تحركات مصر لصالح القارة الإفريقية والذي ظهر جليا في العديد من المحافل الدولية والمؤتمرات والزيارات؟ والله مصر تحركت بشكل جدي منذ توليها المسؤولية، وده هنلاقيه في تحركات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصية يعني غير عادية. نعم. لو لقى أي فرصة لتحقيق أي مصلحة للوطن أو للقارة أو القارة الأفريقية ما بيتأخرش إن هو يخطو هذه الخطوة. وبنشوف الكلام ده، يمكن كان في قمة السبع عمل جلسة مصغرة مع بعض القادة الأفارقة اللي موجودين علشان يتم التنسيق والتعاون والتشاور ما بين المشكلات اللي موجودة عندهم والإمكانيات اللي يقدروا يقدموها في مؤتمر قمة الدول السبع. دوت عامل مهم جدا إن أنا أعرف إمكانياتي إيه وحدودي إيه علشان أقدر أتعامل مع المجال أو البيئة الخارجية. شفنا التحركات المصرية أيضا في مد طريق القاهرة كيب تاون، ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط. كل دي عناصر ابتدت مصر تعملها أو تسارع فيها علشان نقدر نعمل ربط ما بين الدول الأفريقية ونقدر نحقق التنمية. مشروع 100 مليون صحة اللي ابتدى في مصر وامتد للقارة الأفريقية. نعم، مشروع مهم جدا. مجال الصحة. يمكن سد رفيجي في تنزانيا، واللي مصر قدرت ان هي تفوز بالمناقصة ديت في وسط العديد من الشركات ذات الخبرة. ده اللي بيرجح كفة مصر ان هي ذات خبرة في هذا المجال وذات سمعة طيبة. الدعم اللي قامت به مصر للمصالحة في عملية في السودان، الجهود اللي بتقوم بيها مصر في ليبيا، دعم الأشقاء في مختلف المجالات، كل ديت جهود قامت بها مصر لتحقيق التنمية وتحقيق أجندة 63. مصر دكتور، يعني العديد من الجهود والمشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليا، يعني ماذا عن الدور المواطن المصري لدعم كل هذه الجهود والمشروعات؟ المواطن المصري عليه يعني عامل كبير لتحقيق هذه الأهداف. أول حاجة لازم يعني نحط إيدينا في إيدين البلد. المواطن المصري هو العامل الأساسي في تفعيل هذه الاتفاقيات، هو اللي هيشتغل، هو اللي هينتج، هو اللي هيقدر يحقق لي الأهداف اللي موجودة على الأرض. فنيجي هنا لبناء الشخصية المصرية. الشخصية المصرية يعني تستطيع فعل المعجزات زي ما قلت لحضرتك، وعبرنا في 73 وحققنا معجزة النصر. دكتور، يعني عذرا عن هذه المقاطعة، لكن للمزيد ينضم إلينا من يوكوهاما الزميلة دينا زهرة موفدة إكسا نيوز إلى اليابان. أهلا بك دينا وإليك الكلمة.
من المفترض أن تبدأ الجلسة الافتتاحية العامة في الساعة 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت اليابان. هذه الجلسة هي أولى الجلسات والتي سوف يترأسها بشكل مشترك رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كون مصر رئيسا للاتحاد الإفريقي. ثم بعد ذلك سوف تتوالى الجلسات العامة، جلسة عامة أخرى في هذا اليوم، وفي اليوم الثاني والثالث غدا وبعد غد ستتوالى الجلسات العامة، بالإضافة لجلسات ذات موضوعات متخصصة. فهناك جلسات سوف تتحدث عن موضوعات بعينها مثل التغير المناخي وتقليل مخاطر الكوارث، الاقتصاد الأزرق أو ما يعرف بالأمن البحري، وأيضا انخراط القطاع الخاص في الاستثمارات اليابانية بالقارة الإفريقية، على أن تنتهي كل الفعاليات يوم الجمعة بمؤتمر صحفي مشترك يعقده كل المنظمين لهذا المؤتمر. يعني في الجلسة الافتتاحية متوقع أن نشهد طبعا هذا العنوان الرئيسي للجلسة الافتتاحية هو مستقبل تيكاد والتنمية في إفريقيا، بالإضافة إلى بعض الملاحظات العامة. وبالتالي سوف يكون متوقع من الحضور الحديث عما تم إنجازه في 6 نسخ سابقة من مؤتمر التيكاد، وأيضا حول مستقبل التعاون الياباني الإفريقي فيما يتعلق بالاستثمار في القارة الإفريقية. مصر سيكون لها كلمة أيضا باعتبار الرئيس السيسي يعني رئيسا مشاركا لهذه الجلسة، وسوف يتحدث عن رؤية مصر للتنمية في إفريقيا وعلاقة هذه الرؤية بالأجندة الإفريقية لعام 2063 وارتباطها بالSDGs أو الأهداف التنمية المستدامة التي كانت قد أعلنت عنها الأمم المتحدة. محاور 3 سوف تنطلق وتناقشها جلسات القمة. المحور الأول متعلق بالاقتصاد. اليابان تريد تعزيز الاستثمار والتنمية في إفريقيا عن طريق البنية التحتية عالية الجودة، كما أنها تريد أيضا أن تستثمر بشكل كبير في مجال الطاقة والكهرباء. فيما يتعلق بالجزء المجتمعي فهناك تحديات ما زالت تواجهها القارة الإفريقية رغم انطلاق تيكاد من بدايته في عام 93. هذه التحديات هي الفقر، نقص الكهرباء، ضعف البنية التحتية، أيضا نقص العمالة المدربة على القطاعات الصناعية المتقدمة. وبالتالي سيكون على الاستثمارات اليابانية أن تلبي هذه الاحتياجات بالنسبة للقارة الإفريقية، هذا بالإضافة طبعا لمشكلة مثل اللاجئين والتغير المناخي ومخاطر الجريمة المنظمة. العنصر الثالث والأخير هو دعم السلام والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. سيكون على الجميع في هذه الدورة أيضا إعطاء كشف حساب بما تم خلال 3 سنوات الماضية من تيكاد في نسخته 6 التي انعقد بنيروبي. كانت اليابان تعهدت باستثمار مبلغ 30 مليار دولار في البنية التحتية في إفريقيا وفي مجالات مختلفة، وبالتالي سيكون على المؤتمر في هذه النسخة الإجابة حول سؤال هل تم إنفاق المبلغ بالكامل كما وعد، أين تم إنفاقه، في أي مجالات تم إنفاقه بشكل مفصل. يعني ستكون هذه أبرز الملاحظات في مؤتمر تيكاد على الأقل بالنسبة للآن. دانا أشكرك زميلة دينا زهرة مفادة إكس نيوز اليابان، شكرا جزيلا على كل تلك المعلومات والتفاصيل. دكتور يعني بالعودة مرة أخرى للحديث، كنا نتحدث عن دور كبير تقوم به مصر والحكومة المصرية في هذا الوقت من الجهود ومن المشروعات، ماذا عن دور المواطن المصري؟ زي ما كنا بنتكلم في دور المواطن المصري، يمكن اتكلمنا قلنا ان هو يقدر ان هو يحقق الصعاب. نعم. يقدر ان هو يقابل التحديات، ده ما بيجيش من فراغ، ده جاي بإيمانه بالقضية بتاعته، إيمانه أنه عنده هدف يقدر يحققه. ويمكن في مثال تطبيقي على الأرض فعلا، مصر قامت بوزارة الشباب والرياضة قامت بتدريب، فتحت مدرسة أفريقية هنا في القاهرة، وكان فيها 88 مواطن أفريقي من مختلف الأعمار، دول كانوا بيشكلوا تقريبا حوالي 34 دولة. نعم. ويتدربوا هنا مع الإخوة المصريين في المجالات المختلفة،
شافوا ايه اللي مصر ادته لهم والجهود اللي قامت بها مصر. فهنا في خلط في الثقافه بيننا وبين بعض، بنعمل مزج من الخبرات، بنعمل مزج، بنشوف بنوريهم ايه الجانب الخفي اللي هم ما يعرفوهوش عن مصر، بنعرف العادات والتقاليد، نقدر ان احنا نوريهم المشروعات التنمويه اللي قمنا بيها، وبالتالي يكون يعني ده رسول او سفير لبلده يتكلم عن مصر، بالاضافه لاعداد 1000 قائد افريقي، وده تم في كليه الدراسات الافريقيه في جامعه القاهره، برضو تدريب الطلبه الافارقه على الاستراتيجيات ومجابهه التحديات. بعض من المحاضرات العمليه والتدريب النظري لخروج 1000 قائد افريقي يكونوا نواه بعد كده لتدريب زملائهم هناك في الدول. وهذا دكتور من شأنه يساعد في عملية التنمية ويعود بالنفع على مجتمع إفريقيا وعلى مصر أيضا. إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد فهمي الباحث والمتخصص في الشأن الإفريقي. شكرا جزيلا لك دكتور. أشكرك يا فندم. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى الملتقى بإذن الله.